أمسكوا الغيمة. كم تبدو هذه الغيمة مضحكة. في الواقع يا رومبا، أظن أنها تشبهك. أهلاً يا غيمة رومبا. أود أن تلعب غيمتي مع روزي. نعم، هذا سيكون رائعاً. هل تمسكينها معي؟ أوه يا رومبا، لا يمكن أن أمسك بغيمة. حسناً، إن كنت لا تقدرين فسأجد من يقدر. رومبا، ماذا عن النزهة؟ رومبا! جميل! أوه يا لين، ما أجمل هذه المظلة! إنها مفيدة عندما تكون الشمس ساطعة والطقس صافياً. لكن لا أريد أن تسطع الشمس، أنا أريد المطر حتى أجرب مظلتي الجديدة. أوه، إنها للمطر. أنا سوف ألحق بتلك الغيمة. يا له من يوم مناسب لقطف الفاكهة من الحديقة. أو ربما ليس مناسباً. من الأفضل أن أسرع. حسناً، إذن هجوم! هل أساعدك يا بلبلة؟ هكذا أفضل. شكراً يا رومبا، لا أعرف ماذا كنت سأفعل لو لم تأتي. حسناً، طالما أنني ساعدتك فهل تساعدينني؟ أي نوع من المساعدة؟ أريد أن أمسك بغيمة. طبعاً طبعاً. وفكرت طالما أنك تطيرين فأنت أفضل من يمسك بالغيمة. حسناً يا رومبا، كلمة أفضل هي كلمة طالما تستعمل في وصفي. سأستخدم الآن قوة سحري ورفيف جناحي لأحضر لك غيمتك. حظاً سعيداً يا بلبلة. سألقي الآن الكلمات السحرية للإمساك بغيمة. كيولو مس نيمبو بينكي تينكو. تحاولين أن تصعبي الأمر علي؟ هيا يا غيمتي، رومبا يريد أن يراك. انزلي، هيا يا غيمة. ماذا تحاول أن تفعل؟ ماذا تفعل بلبلة؟ كدت أصل يا رومبا. انتبهي. معذرة. ما هذا؟ لقد منعتني من الإمساك بالغيمة. أمسكتي بي بدلا منها. من يريد أن يطير طائرتي؟ لا شكراً يا كرز، ميزان الطقس ينبئ أنها ستمطر، علي أن أقطف الفاكهة. وماذا عنك يا رومبا؟ أنا موافق. أهلاً يا روزي. أهلاً يا لين، أعجبتني مظلتك للغاية. إنها للمطر يا روزي، أريد من الغيمة الكبيرة أن تمطر كي أقف تحتها. كلهم يحبون هذه الغيمة. طالما لا تزال فوق، إذا رومبا لم يمسك بها. ترى أين ذهب رومبا؟ هل أنت متأكد أنها فكرة جيدة؟ طبعاً إن أردنا الإمساك بالغيمة. ستغطي طائرتي بالصمغ؟ نعم، والآن ما أريده هو أن تنطلق على دراجتك بأقصى سرعة ممكنة، ثم تترك الباقي للطائرة الورقية. هيا، جاهز؟ انطلق!
جيد، أسرع. جيد، لقد وصلت إلى الغيمة. سوف ننجح. وهو! لا أصدق، سنمسك بغيمة. كيف هو الوضع الآن؟ ليس جيداً كما كان من قبل. رامبا! فهمت كيف علق منقارك فيها، إنها ضخمة. ما هذا؟ أهلاً يا كرز، أهلاً يا رامبا، كيف الحال؟ هل أمسكتما بأي غايمة؟ لا، لكننا غطينا طائرتي بالصمغ ووضعناها. أنا آسف يا كرز، كنت أريد الإمساك بغايمة. لا يمكنك ذلك يا رومبا، هذا مستحيل. قد يكون كرز على حق يا رومبا. لماذا هو على حق؟ هناك طريقة لتحقيق ما نريد. من قال هذا؟ أنت. رومبا على حق، يجب ألا نستسلم. ولكن كيف يمكن لرومبا الإمساك بغيمة؟ كرز على حق، هذا مستحيل. ربما لا، دودة القز ألا تصبح فراشة؟ نقطة الماء ألا يمكن أن تصبح محيطاً؟ لم أفهم كلامك يا أرزة. كل شيء يتغير يا روزي، حتى الغيمة. نعم طبعاً، لما لم أفكر في هذا من قبل؟ شكراً يا أرزة. على الأغصان، ننط ننزل ننزل. يجب أن تنزلي الآن على الأرض يا حبات البلوط. لدي شعور داخلي أن السماء ستمطر. رائع، على الأقل أحدنا سعيد. رومبا، رومبا، أنا أعرف كيف يمكنك الإمساك بغيمة. كيف؟ احتمي في أغصاني يا حبات البلوط، إنها تمطر. إنها تمطر، إنها تمطر. نعم، إنها تمطر يا رومبا. بمعنى؟ تلك الغيمة ما هي سوى قطرات ماء صغيرة، إنها خفيفة ولذلك تسبح في الفضاء، ولكنها أحياناً تصبح ثقيلة فتنزل في شكل مطر. إن أمسكت بالمطر فكأنك تمسك بغيمة. إذن هنا توجد غيمة، إنها غيمتي. نعم، أليس هذا مدهشاً؟ أجل، هذا مدهش. شكراً لأنك لم تستسلمي. لقد أمسكنا بغيمة. ماذا هناك يا بلبلة؟ هل رأى أحدكم كرز؟ أنا أظن أن هذه له. كرز ينط، كرز يأتي. طائرتي. ما هذا؟ آسف، أخطأت ثانية. لكنني أمسكت بغيمة، انظر. رومبا، هذا مجرد ماء. شكراً. انظري، قوس قزح جميل يا روزي. وهل ستطلب مني الآن أن أمسك لك بقوس قزح؟ لا تكوني سخيفة، هذا مستحيل. لكن أود قطعة من القمر، لأنه مصنوع من الجبن. عليك أن تكتفي بشطيرة من الجبن، تذكر نزهتنا لم تنتهي بعد. هذا كلام مفيد. روزي تفقد صوتها.
ستشجعينني أليس كذلك؟ حتى النهاية يا رومبا، أنا متأكدة أنك ستفوز، فأقدامك خلقت للقفز. قف على الخط، استعداد، انطلق. هيا أسرع يا رومبا، يمكنك الفوز. وبينما هما في المنحنى، كارز في المقدمة. هيا يا كارز، اقفز يا رومبا، اقفز. الآن رومبا يتقدم. بل كارز، بل رومبا. أسرع يا رومبا. هيا هيا يا رومبا، استمر في القفز. فاز رومبا بخطوة واحدة. مرحى مرحى، أحسنت أحسنت يا رومبا. روزي، الإفطار جاهز. إنه إفطار خاص لشكرك على مساعدتي في الفوز بالسباق. شكرا يا رومبا. أوه روزي، صوتك إنه ضعيف للغاية. بالفعل يبدو صوتي غريبا يا رومبا. يبدو غريبا جدا، لابد أن نعالجك، فكري سيساعدنا في ذلك. لقد أتعبت نفسك بالتهليل والكلام بالأمس يا روزي، سيعود صوتك قريبا. عليك أن تبقي في المنزل وتتدفئي ولا تتكلمي. لكن لدي الكثير من المهام. فقدت صوتك لأنك كنت تساعدينني، والآن حان دوري لكي أساعدك. سأتحدث بدلا منك حتى يعود صوتك مجددا. أساعد بينون في التمرن على لحنه الجديد. أساعد كرز على تركيب أجزاء طائرته، وأساعد لين على تصفيف ريش بلبلة. فلتبقي هنا فقط وترتاحي، وسأقوم بكل شيء تماماً كما كنت تفعلين. أراك لاحقاً يا روزي. شبعت يا ونيس. واحدة أخيرة. بطة، شيء غريب يحدث في بطني. ونيس، لديك حزوقة. هل يمكنك أن توقفيها؟ حين أصاب بالحزوقة أغمض عيني وأدور في مكاني ثلاث مرات، هكذا تتوقف. واحد، اثنان، ثلاثة. توقفت. مسكينة روزي فقدت صوتها. من حسن حظي أنك ستساعدني. في العادة أنا أعزف اللحن وروزي تستمع وتخبرني رأيها في النهاية. هذا اللحن يحتاج إلى صوت المزمار. أبطئ قليلاً يا رومبا. لم أتصور أن تمرينك على اللحن سيكون ممتعاً هكذا، فلنعزف مجدداً. ربما لاحقاً يا رومبا. هل تظن أنني أستطيع زيارة روزي؟ سأعد لها مشروب العسل، فهو مفيد في مثل حالتها. تأكد من إخبارها أنني ساعدتك في التمرين. تمرين بينون انتهى، علي أن أذهب للقاء كرز. بينون، كيف كان رومبا؟ رومبا كان شديد السرعة في مساعدته لي في اللحن. أحضرت لك مشروب ليمون بالعسل، سأعود كي أعزف لحني لك فيما بعد حين أصلح الأوتار. مرحبا، أيعرف أحدكما علاجا للحزوقة؟ الوقوف على قدم واحدة والعد حتى مئة. شكرا يا بينون. لطيف منك أن تساعد روزي، سيدفئ هذا حلق روزي إلى أن يعود لها صوتها. فكرة رائعة يا لين. حسناً يا رومبا، من أين نبدأ؟ دع هذا الشيء الأزرق فوق تلك القطعة الصفراء. الشيء الأزرق فوق القطعة الصفراء. القطعة الحمراء على القطعة الصفراء. أرجو أن يكون هذا صحيحاً. الحمراء على الصفراء. أشكرك يا رومبا. فلترقدي وترتاحي وسوف تتحسنين يا روزي. سمعت أنك فقدت صوتك يا روزي. من الذي سيساعد لين في تصفيف ريشي إن لم تساعديها؟ لا تقلقي يا بلبلة،
رومبا سوف يساعدنا. رومبا؟ لتصفيف ريشي؟ هل أنت متأكدة؟ فكري يقول إن روزي يجب أن ترتاح. لماذا لا نبحث عن بعض صور التصفيفات لتكون لدينا أفكار قبل أن يصل رومبا؟ الجميع يتدبرون أمرهم بدوني. أمتأكد أننا ركبناها بشكل صحيح؟ إذن فلنشغلها. كرز، وهي تطير. لقد كنت أمسك الرسمة بالمقلوب. أوه، إنها تطير إلى الخلف. طائرتي وقعت. بهذا التركيب الخاطئ لن تطير جيدا. روزي فقدت صوتها، لذا رومبا هو من ساعدني. لكن انظر، لقد تحطمت. رومبا يحاول فعل ما في وسعه، وهو يبذل أقصى جهده. هل الطائرة بخير يا كرز؟ أجل، مجرد خدش. لابد أن الريح تغير وجهتها. إذن لم تسقط بسبب خطأ مني. يجب أن أساعد في تصفيف ريشي بلبلة. الوداع يا كرز. الوداع. من الأفضل أن يعود صوت روزي إليها سريعا. لقد جاءتني فكرة. أراك لاحقا يا فكري. أريد التسريحة التي تزيد حجمه، كما أنها ستظهر التمويجة الطبيعية في ذيلي. يا إلهي، لم أفعل هذا بدون روزي من قبل. لا تقلقي يا لين، أنا هنا معك. تمويجة، هذه تبدو مناسبة. بقرات شعر؟ هل أنت واثق يا رومبا؟ روزي، أحضرت لك شيئا. ما هو؟ استخدميه إلى أن يعود صوتك مجددا، حتى لو كنت تهمسين سيجعل صوتك عاليا. مرحبا روزي. نحن جميعا نفتقدك يا روزي. ماذا عن رومبا يا كرز؟ إن رومبا يقضي وقتا رائعا في مساعدتنا. 73، 74. تقافزت وعددت حتى 103 مرات، وما زالت الحزوقة لم تتوقف. أمستعدة لسماع لحن الجديد؟ مرحبا يا بينون. لا يمكنك أن تمنعني، فأنا بلبلة، تذكري أن روزي مريضة الآن. رومبا، لقد عدت. لقد أحسنت مساعدتي للغاية. أعتقد أنه يجب علينا جميعا أن نشكر رومبا. حسنا، أنا أشكره على هذا. استخدام بقرات الشعر لم يكن فكرة جيدة. يا روزي، أنت ساعدتيني كثيراً في سباق القفز، وأردت أن أرد لك هذا الجميل. أعتذر لكم جميعاً. رومبا، عد إلى هنا. لا يستطيع سماعي. روزي، إلى أين ستذهبين؟ سأبحث عن رومبا. رومبا، هل تعرف أي علاج لإيقاف الحزوقة؟ تقف على قدم واحدة وتعد حتى 100. لم يفلح هذا. رومبا. ما هذا الصوت؟ روزي، لقد عاد إليك صوتك. أليس هذا رائعاً؟ ما الأمر يا رومبا؟ أعتذر لأنني أخطأت في فعل كل شيء. أنت لم تخطئ فعل أي شيء. قدمت المساعدة للجميع، ولكن بطريقتك الخاصة. الحزوقة لقد توقفت. هذا صحيح، لم أصب بالحزوقة منذ أن أفزعتنا روزي. بالطبع، فالصدمة هي أفضل علاج للحزوقة. يساعد الآخرين. لقد عالجت حزوقة ونيس. ربما، لكنني لا أستطيع العزف ببراعة بينون، أو الطيران مثل بلبلة، أو القفز بمثل مهارتي. سنرى إن كان هذا صحيحا يا رومبا.
فكري يختبئ. هيا يا رومبا، هيا نغسل الصحون ونبدأ التنظيف، بعض الماء والصابون وأخيرا تنشيف. من جديد؟ نعم. هيا نغسل الصحون ونبدأ التنظيف، بعض الماء سأفتح وأخيرا تنشيف. حسنا. مرحبا. هيا نغسل الصحون. من قرع الجرس؟ بعض الماء. نبتة. ماذا؟ نبتة؟ هل أرادت الدخول في رأيك؟ ها؟ لا، لا أظن هذا يا رومبا. دوري. مرحبا. أوه، هذا أنت؟ ما الأمر؟ ظن رومبا أنكما نبتة. هل رأيتما كرز في الجوار؟ لقد كنا نلعب الغميضة ولم نجده في أي مكان. يستطيع كرز الاختباء ساعات طويلة ولا يجده أحد. أنا ورومبا سنساعدكما. نعم، ونبحث عن تلك النبتة. هيا. أوه، أتعرفين حقاً ماذا تفعلين يا بلبلة؟ أوه، اطمئني يا فكري، إن قدراتي السحرية الآن جاهزة. مرحباً يا بلبلة. مرحباً يا فكري. هل رأيتما كرز؟ أقوم بشيء أهم بكثير من البحث عن كرز. سأجعل فكري يختفي. من شجرة إلى بذرة، فكري الآن لا يرى. هل اختفيت؟ لا، ولا حتى قليلاً؟ لا، للأسف. لا، لابد أنني متعبة. ربما اليوم غير مناسب لاختفائه. ولكن لماذا تريد الاختفاء يا فكري؟ ستقولون إنني سخيف. لا، لن نفعل. حتى اسأل رومبا. سنقول إنك ظريف ولكن لست سخيفا يا فكري. حسنا، أتمنى أن أركض مثلكم وأن ألعب ألعابكم. أريد مشاركتكم اللعب، لعبة الغميضة مثلا، أن أكون من يختبئ لمرة واحدة. أظن أن من حق أي واحد أن يختبئ. لا تقلق يا فكري، سنساعدك. حقا؟ أترك الأمر لنا يا فكري. لكن كيف سنخفي بلوطة ضخمة؟ هذا بالتحديد ما أسأل نفسي عنه. لن يجداني هنا أبدا، حتى لو ساعدتهما روزي ورومبا. ها؟ أين ذهب الجميع؟ هيا يا رومبا، لمسة الخدام. إذن ماذا سيفعلان ثانية؟ قلت تنكر. ها، رائع. وما هو التنكر؟ أن ترتدي شيئا يجعلك تبدين مختلفة، عندها لن يعرفك أحد. روزي، ربما التنكر أحدهم في شكل تلك النبتة ثم ضرب الجرس، صح؟ رومبا، هل نسيت أمر هذه النبتة رجاء؟ هيا يا فكري، لنضع هذا على وجهك، هكذا. حسناً، كيف أبدو الآن؟ جيد. اللون متناسب مع أوراقك. يا له من تنكر. أوه، ماذا حدث لوجهك يا فكري؟ أوه، بلبلة، كيف عرفت أنه أنا؟ وهل توجد شجرة سواك هنا فوق التلة؟ ولكن كيف اختفي وأنا عالق هنا حيث يراني الجميع؟ يا فكري، إنها تلة علي، يمكن أن ترى لمسافة بعيدة. ويمكن أن تروني من مسافة بعيدة أيضا. أتمنى لو أنتقل من هنا إلى مكان آخر. إلى أين؟ مثلا إلى الملعب. هيا جميعا لنسحب فكري إلى الملعب. وأنا سأرش بعضا من سحري البلبلي من التلة إلى الملعب. فكري سوف يسحب.
اسحبوا. مشكلة البير في الاختباء مثلي هي الشعور بالوحدة. أهلا بك يا بلبلة. إنه لا يتزحزح. أوه فكري، لم ننجح في إخفائك، سامحنا. لا لا بأس، على الشجرة العجوز أن تظل عالقة في هذا المكان. لن أذهب أبدا إلى الملعب وألعب الغميضة مع أصدقائي. مسكين فكري. روزي، ها هل سأعمل وحدي؟ لو أنني أجد طريقة لمساعدته. روزي. رومبا، الوقت غير مناسب للمزاح. أوه، هيا أخرجيني. رومبا، لقد أعطيتني فكرة عبقرية. اتبعني. ها؟ إلى أين يا روزي؟ روزي، لنخفي شجرة البلوط. ها، جيد، هذا أسهل من الغسيل. بينون، تعال ساعدنا. ماذا؟ نعم نعم. أمسك هذه الآن. أين هي بلبلة؟ بلبلة، شبيك لبيك. خذي هذا. لماذا؟ لأنك ستخفين معنى فكري. أنا؟ هل سأختفي حقا؟ هيا يا غيوم ساعدينا. هذا يدغدغ. لقد نجحنا. نجحتم في ماذا؟ أين فكري؟ انظري. روزي، النبتة، إنها هناك، انظري. هل سنعود إلى ذاك الموضوع؟ نبتة تتحرك. أتساءل من هذا يا ترى؟ هيا لنختبئ ونرى. أنا مللت من هذا. ها أنا، لقد ربحت. أين أنتم؟ فكري لقد اختفى. فكري، أين أنت؟ فكري. أنا هنا أيها الولد المشاغب. هذا أفضل مكان للاختباء منذ أن اخترع الغميضة. رائع. شكرا يا روزي ويا رومبا، شكرا للجميع. أتعلمون؟ يبدو فكرك بيت ألعاب، أضخم بيت ألعاب. صحيح، وماذا نفعل في بيت الألعاب؟ بيت الألعاب. روزي، لو أنني اختفيت مرة. نعم. إذن سأقول أنا هنا، لا تجلس فوقي. للناس. نعم، ولكنك لن تظهر أيضا في الصور كما أنني سأشتاق إليك. هيا رومبا، أعرف طريقة لنختفي بها معا. حقا؟ وساعتها لن يرون أحد. نعم، أتجرب؟ ليس الآن. هيا سنختفي قليلا فقط. حسنا، قليلا فقط. ها قد اختفينا. ليلة هانئة يا رومبا. حركة ذكية. وأنت يا روزي، كيف تهدي ألعاب؟
ألعابك وتحتفظ بها. هل رأيت فرشاة الرسم يا رومبا؟ لا، سوف أبحث عنها يا روزي. لديك أغراض كثيرة هنا يا رومبا. هذه ليست أغراضاً، إنها أشياء مميزة. كيف جاءت هذه إلى هنا؟ شكراً. كل هذه الأغراض مميزة؟ لم يعد لديك أي فسحة. واو، سفارتي. أرجوحتي، عندي أشياء مميزة كثيرة، ولكن ماذا أفعل بهم؟ اسمع، اختر الأشياء التي لم تعد تستعملها وأعطها لغيرك. أعطي أغراضي لغيري؟ أجل، قدمها كهدايا. حسناً، يمكننا أن نجرب هذا. يا أصدقائي، معي كيس من الهدايا، من يريد؟ أوه، ياه، طائرة. شكرا يا رومبا، ما مناسبة الهدايا؟ رومبا يهدي ألعابه التي لم يعد يلعب بها. أنت حقا كريم جدا يا رومبا. إهداء الألعاب فكرة رائعة يا روزي. أرزا، أهلا، خذي هذا يويو. رومبا، أنت أرنب كريم جدا. لمن يمكن أن نقدم هدية يا روزي؟ لحن جميل. أنت تعرفين ألحانا كثيرة يا بلبلة. هذه الآلة عزيزة عليك، أليس كذلك يا بلبلة؟ كم أحب آلتي. أعزف عليها جيدا، اسمع. هيا تفضل، هذه مني إليك. شكرا يا رومبا. ما رأيك يا كمون؟ يقصد شكرا. من يريد هدية؟ يا لها من مفاجأة جميلة. أغراض رومبا كثيرة بالنسبة إلى أرجوحته، لهذا أنا أهدي بعض ألعابي. كم أحب الهدايا. ما هي هديتي؟ طبعاً ليس عندك أفضل من هذه. على العكس يا بلبلة، انظري. هل ستهديني صفارتك؟ هذا رائع، لي أنا يا رومبا؟ حسناً، أنا الصفارة لا يا رومبا، إنه يهدي الألعاب التي لم يعد يحتاج إليها. أرجوك. تفضلي يا بلبلة. لا أظن أن هذه فكرة جيدة. واو، شكراً يا رومبا، سأعزف عليها بشكل أفضل من آلتي. هل أنت بخير يا رومبا؟ إنها مجرد أغراض. انظري إلى بلبلة كم هي سعيدة. والآن صار بإمكاني أن أعود إلى أرجوحتي الجميلة. طائرة. أليست رائعة؟ رومبا أهداني إياها. هل تعيرها لكمون قليلاً؟ طبعاً، إن أعرتني أنت هذه. هذا رائع، فسحة كبيرة، لست مشتاقاً إلى ألعابي. ترى هل بلبلة سعيدة بصفارتي؟ اشتقت إليها أليس كذلك؟ أشعر أنني غريب من دونها. ترى هل تعرف كيف تلمعها؟ لما لا تذهب وتسألها؟ من يدري، ربما لم تعد تريدها. هل يمكن أن أستعيدها؟ هل رأيت بلبلة يا بينون؟ لا، آسف. مرحبا يا رومبا، هذه الطائرة رائعة، شكرا. على الرحب.
لكن أعطيتك طائرتي، أما هذه فلكرز. هاي تعال وانظر، الهدايا تبدلت كلها. صفارتي، أما بلبلة. بلبلة رومبا، شكرا جزيلا على صفارتك. أوه الواقع أنا أهديتك الصفارة، ولكنها لعبتي المفضلة. أفهم تماما ما تعنيه، إنها رائعة. وبما أنني أعطيتك إياها لم يعد عندي ما أعزف عليه. أوه مسكين يا رومبا، تفضل هذه لك. آلتك يا بلبلة؟ نعم، لم أعد أحتاج إليها، صارت عندي صفارة مدهشة، سأعزف عليها لفكري، تعال واستمع إلي. رومبا، أنت هنا؟ ما الأمر؟ طلبت من بلبلة إعادة صفارتي. وماذا قالت؟ أعطتني هذه بدلاً عنها، أنا لا أريد آلتها، أنا أريد صفارتي. ولكن يا رومبا، أنت أهديتها، لم تعد صفارتك حق لبلبلة أن تحتفظ بها. تقصدين لم تعد لي للأبد؟ أوه يا رومبا، أنا آسفة جداً. لقد أهديت كل أشيائي المميزة. أرزا، إنها غلطتي، أنا طلبت من رومبا أن يوزع بعض ألعابه، لكن لم أقصد أن يتخلى عن أكثر شيء يحبه في حياته، صفارته. هذا صحيح، الأغراض المميزة أمر جميل، أنا عندي بعض الأغراض. هل تعجبك هذه الحلي؟ إنها جميلة جداً، لم أعرف أن عندك الكثير. ليست كثيرة، الحلي الباقية تركتها في العالم الواسع. العالم الواسع؟ تعنينا هنا؟ طبعاً، حلي موزعة في كل مكان ليتشارك فيها الجميع. المشاركة؟ أجل بالطبع، هل يمكن أن تضعي هذه العلبة في العالم الواسع؟ أظن أنك وجدت الحل لمشكلة رومبا يا روزي. أتمنى أن أستعيد صفارتي يا فكري. وأنا أيضاً يا رومبا. ما زالت معي هذه على الأقل. أليست هذه آلة بلبلة؟ هي أعطتك إياها؟ لكنها الآلة المفضلة لديها، إنها فعلاً مفاجأة. آلتي، كفى، أنت تعزف بشكل خاطئ، لن تصدر ألحاناً جميلة. أعزف بشكل خاطئ؟ ماذا عن عزفك على صفارتي؟ تنفخين فيها بشدة. لا أفعل. لا بل تفعلين. لماذا لا تتبادلان الآلات وتعلمان بعضكما الطريقة الصحيحة؟ نتبادل؟ تعني أن أعزف على صفارتي من جديد؟ عليك أن تنفخي بلطف هكذا. رومبا، لقد استرجعت صفارتك. أنا وبلبلة تبادلنا، ماذا في العلبة؟ أتذكر الألعاب التي أهديتها؟ ليس عدلاً ألا تتمكن من اللعب بها، لذا وضعناها في هذه العلبة. وهكذا تلعب أنت أيضاً معنا، وتحافظ على الفسحة في الأرجوحة. سأطير الطيارة من جديد، لكن هذه لم تكن لي. وضعنا كلنا ألعاباً لنتشارك فيها معك يا رومبا، علبة الألعاب المشتركة. شكراً يا روزي، علبة الألعاب المشتركة فكرة رائعة. جيد أنك أحببتها، وأعرف أين يمكن أن نضعها. ترى أين؟ في سريرك طبعاً. رومبا، كنت أمزح. لنضعها قرب باب بيت الألعاب لتكون قريبة من الجميع. فكرة رائعة يا روزي، فكرة رائعة.
ماما رومبا. إذا بيض بطة لم يفقس بعد. لا يا فكري، هي تركض فوقه منذ بضعة أيام، ولهذا صنعنا لها هذا. أوه، كعك الحبوب، إنها فكرة جيدة يا روزي. من الشاق الركوض على البيض. لماذا؟ لابد أن تركض على البيض طوال الوقت لتبقيه دافئا. وحين يفقس البيض تبدأ المشقة، عليها تعليم صغارها السباحة على الفور. فقس بيضي بطة أمر متعب جدا لي أيضا. لماذا يا بلبلة؟ لأني أصمم زيا لأرتديه احتفالا بصغار بطة. لين ستساعدني في ذلك. سأسرع، ينتظرني الكثير. كل هذا الحديث عن العمل قد أصابني بالجوع. رومبا توقف، فلنأخذ هذا الكعك إلى بطة قبل أن تلتهمه كله. إلى اللقاء يا فكري. مرحبا بطة، جئنا لنرى هل تحتاجين إلى شيء ولنعطيك هذا. أوه، كعك الحبوب الذي أحبه، لدي كل ما أحتاجه، شكرا يا روزي. عش ناعم، وجبات شهية لي، وأيضا عشب ليأكله صغاري حين يفقس البيض. أوه، العشب. ما الأمر يا بطة؟ العشب، نسيت العشب، كنت منشغلة بتجهيز العش ونسيت. سنأتي لك بالعشب. كيف يبدو شكله؟ هذه هي المشكلة، البط فقط من يستطيع العثور عليه. ماذا أفعل؟ لا يمكنني ترك البيض، سيبرد، لكن علي إحضار العشب. يمكننا الاعتناء بالبيض إلى أن تأتي بالعشب اللازم. حقاً؟ لا أعرف، أتعدانني أن تعتني به جيداً في غيابي؟ نعم نعدك، علينا فقط العثور على شيء دافئ لنغطيهم به، ويكون أيضاً ناعماً ومزغباً ومريح. أحسنت يا رومبا، أنت حقاً مناسب. أنا؟ هل يستطيع الركوض على البيض؟ إن ذلك أمر صعب. بالطبع يستطيع، أليس كذلك؟ احترس، ليس هكذا، إلى اليسار، لا إلى اليمين، بل إلى اليسار، والآن انزل ببطء. هكذا أحسنت. أحسنت يا رومبا، سأعود في أسرع وقت. هاي، الوضع مريح هنا جدا، أنا أحب الركوض على البيض. ماذا عن قبعة جديدة؟ هذا رائع يا لين. لماذا تريدين أن تتأنقي يا بلبلة؟ إنهم مجرد صغار بط. ربما ترضى أنت زيارتها بملابسك القديمة، لكنني أريد شيئاً متميزاً. يا روزي، هناك شيء غريب جداً يحدث. هل أنت بخير يا رومبا؟ العش يدغدغني. توقف عن القفز يا رومبا، سوف تكسر البيض. حسناً، سأبتعد عن العش. انظر، إنه يفقس. أظن أن بطة كان يجب أن تكون هنا لتراه يفقس. سوف أحضرها، واعتني أنت بالصغار إلى أن أعود. حسناً. أنا لست أمكم. ابقوا هنا، سأحضر لكم بعض الكعك. إنهم يقلدونني. افعلوا هذا. رائع، شكلهم جميل. أخشى أنني لم أرى بطة، لكن سأساعدك في البحث. حقا يا بينون، فقد تركت رومبا وحده مع صغار بطة. عودي أنت لتساعدي رومبا، وسأجد بطة. شكرا يا بينون. رومبا، لقد عدت. رومبا، أين ذهبوا؟
هل هذه بلبلة؟ أي أعتذر يا فكري، كانت هذه غلطتي. ما الذي ترتدينه يا بلبلة؟ إنه زي الجديد، صنعته لي لين كي أحتفل بفوكس بايدي بطة، ما رأيك؟ أعتقد أنه عليك اختيار شيء يمكنك من رؤية الطريق. كلامك صحيح، هذا اللون لا يناسبني على أي حال. رومبا، ماذا تفعل هنا؟ ظننت أن الصغار سيكونون مرتاحين في البيت. ولكنه بيتك أنت يا رومبا وليس بيتهم. لا بأس، يحبون المكان يا روزي، انظري. إنهم يظنون أنك أمهم. وعلمتهم الكثير من الأمور الهامة بالفعل، انظري. أنا أعتني بهم بشكل جيد، لكن عليهم أن يتعلموا كيف يصبحون بطاً من أمهم الحقيقية يا رومبا. أجل، لكن ماذا عن السباحة؟ فكري قال إن بطة سوف تعلمهم السباحة. سأعلمهم، سوف تكون مفاجأة جيدة لبطة. لست متأكدة أنها فكرة جيدة. رومبا، بالتأكيد سنجد زياً يلائمك يا بلبلة. ماذا يجب أن ترتدي يا فكري؟ إنها تبدو جميلة هكذا. هذه بالفعل رائعة. لأجل ماذا؟ ذيل جديد بالطبع. كرز، لين، أعلم صغار بطة السباحة، أتريدون المشاهدة؟ بالتأكيد. أجل. ماذا؟ ماذا عن ذيل جديد؟ هذه لينة للغاية، سوف يحبونها. بطة، الحمد لله أني وجدتك. بيضك، لقد فقس. فقس؟ وأين الصغار يا الأعزاء؟ اطمئني، روزي ورومبا يعتنيان بهم لحين عودتك. ونقفز، وبعدها تجدفون كالأرانب هكذا. لماذا لا يقلدوني يا ترى؟ ليس للبط ذراعين يا رومبا، إنهم لن يسبحوا مثلك. بطي يا صغير، شكرا للاعتناء بهم. هيا يا صغار اتبعوني، فلنذهب سويا إلى العش. هيا اتبعوني. لماذا لا يتبعوني؟ يظنون أنهم أرانب مثل رومبا. ربما إن اختبأ رومبا يذهبون معك يا بطة. تعالوا معي يا أحبائي، إنهم لا يعرفوا من أنا. فقدت توازني، استغرقت وقتا لأرتدي هذا الزي. أنا لست أمكم. إنه ذيلك الجديد يا بلبلة، يبدو تماماً كأذني رومبا. بالطبع. بطة، لدي خطة لك. إنهم يسبحون، يا إلهي. أحبائي الصغار، هيا معي، هيا. أتمنى ألا تفتقد الصغار كثيرا يا رومبا. بطة أمهم، تعرف الكثير عن حياة البط، لكن هناك شيء يمكنني أنا فقط أن أفعله. رقصة رومبا. كرة الثلج الأخيرة. إن
إنها الأخيرة. واو، جيد أننا لعبنا كثيراً بالثلج. الجو مشمس اليوم يا رومبا. أوه، اختفى الثلج. نعم، إنه يذوب. لا ثلج مرة أخرى؟ لا أظن هذا. تعال لنري هذه الصور لأصدقائنا. أوه، أردت أن أصنع أرنباً ثلجياً. أيها الثلج، أراك العام القادم. الربيع رائع. مرحبا يا فكري، انظر إلى هذا. واو، أحسنت يا روزي. ألا نبدو فعلا رائعين؟ أريد إخباركم أني سعيد بقدوم الربيع. كل شيء ينمو إلا رجل الثلج. لم يبقى منه الكثير يا رومبا، سيختفي قريبا. كان رجلا مهذبا. أنا نادم لأنني لم أصنع أرنب الثلج. ستصنعه السنة المقبلة، لكن بينون ليس في الصورة. نعم، كان نائماً. أنسيتم؟ لم نتمكن من إيقاظه. فعلاً صحيح، إن بينون ككل الدببة ينام في الشتاء. تعال يا رومبا لنبحث عن كرز ولين كي يشاهد الصور. نراك لاحقاً يا فكري. كانت غفوة جميلة وطويلة للغاية. ماذا حدث أثناء نومي يا ترى؟ أتمنى أنه لم يفوتني الكثير. انظروا، أنا أتزلج. وها نحن يا رومبا، كان الثلج ناعما وجميلا. انظر يا رومبا. رومبا، ماذا تفعل؟ أوه لا شيء، لا يمكن أن نصنع أرنبا من الرمل. لا، لكن الأفضل هو معركة كرات الثلج. بلبلة أصابت الجميع. هذا لأنني الأبرع. لا أحد يرمي كرات الثلجية مثلي. بينون هنا. أوه نعم. أوه حسنا. لقد قلت مرحبا بينون. وأخيرا أفقت، هل نمت جيدا؟ تعال وشاهد صورنا مع الثلج. ثلج؟ هل أثلجت؟ ها؟ ماذا تعني؟ أوه، ألم ترى سكوت الثلج من قبل؟ كم نومك عميق يا بينون؟ لقد لعبنا بالثلج وتزلجنا وصنعنا رجل ثلج كبيرا. أوه، أتعني أنك لم ترى أي ثلج؟ لا. ها؟ كانت أكوام الثلج في كل مكان، كانت مذهلة، كانت رائعة، مظهرة رائعة. لماذا لم تخرج وتنضم إلينا؟ لم أعرف، كنت نائماً، أنسيتي. لا تهتم يا بينون، يمكنك رؤية الثلج. تعال وانظر إلى الصور. هذه بلبلة تتزلج. أنا متزلجة مدهشة. جميعنا تزلجنا أيضا. وأنا كنت سأصنع أرنب ثلج. أحببت التزلج، كنت سريعا بالفعل. ليتها تثلج كل يوم. نعم، الشتاء هو الأفضل. لا أظنني سأعرفه يوما. بينون. لا بأس يا روزي، ليست غلطتك أني لم أستيقظ. يبدو أنكم استمتعتم كثيرا. سنساعدك لتستمتع مثلنا بالثلج. ستفعلون؟
ولكن روزي الثلج ذاب. سنلعب ألعاب الثلج من دون ثلج. أحب أن أجرب واحدة من هذه. حيلة. هي، إن الرمل يبدو كالثلج. نعم، نستطيع أن نلعب به كالثلج. هل هذا ممكن؟ ارتمي فوقه وحرك ذراعيك هكذا. أوه، الرمل أصعب من الثلج قليلاً. إنه ليس ناعماً. هذا ممتع. ماذا فعلتم أيضاً بالثلج؟ لما لا نصنع أرنباً من الثلج؟ أحب القيامة بهذا. 1، 2، 3، هيا. لا أظن المزلجة تعمل جيداً فوق العشب. وماذا عن رجل الثلج؟ لنحل مشكلة المزلجة علينا جعلها تنزلق بسهولة. أنا أعرف. عجل، تعالوا. 1، 2، 3، اسحبوا. على الأقل نتحرك. لا فائدة، لا أستطيع السحب أكثر. الجو حار. عفوا يا بينون، لقد حاولنا كل شيء. لا تنجح ألعاب الثلج إلا بالثلج. اطمئن يا روزي، قمت بما بوسعك، ربما لم يفتني الكثير. هذا صحيح، كان مجرد ثلج لا أكثر. مجرد ثلج؟ كيف تقولين هذا؟ لقد كان ساحراً. أوبس، لا، لم يكن ساحراً بالكامل، بل رائعاً قليلاً فقط. شكراً للمحاولة، ولكن من دون ثلج لن ينجح الأمر. لو فقط تثلج مجدداً. نصنع الثلج. هذه هي. أيمكنكم البحث عن بينون وإحضاره إلى البستان؟ لقد خطرت لي فكرة. فكرة رائعة. هيا يا رومبا، ليس معنا وقت كثير. وقت لماذا؟ سأخبرك في طريقنا. تأخرنا كثيرا. لا بأس يا رومبا، هناك ما يكفي، لكن فلنسرع. بالتوفيق يا روزي. شكرا يا فكري. روزي ورومبا قادمان. هل أفتح عيني الآن؟ ليس بعد. الآن. الثلج يسقط. أحضرنا لك هذه، آخر ما تبقى منه للأسف. إنه بارد، ما هذا؟ إنه الثلج، ما تبقى من رجل الثلج. كرة الثلجية. هيا يا بينون، ارميها. لا يمكنني أن أفعل هذا، لأنني سوف أحتفظ بها. لكنها ستذوب. لا يهمني، إنها أجمل شيء حصلت عليه طيلة حياتي. شكرا يا روزي. لكن كرة الثلج. أوبس. إصابة موفقة. أنا سعيدة بالفعل لأن بينون لعب بالثلج. وأنت يا رومبا؟ رومبا؟ تاتا. لم تكن كرة بينون آخر كرة ثلج، بل يبدو أنك آخر أرنب ثلج. الممرضة لين. يا
له من يوم جميل يا رومبا. أوه، رومبا، ما المشكلة؟ الممرضة لين قادمة، لا تدعيها تلفني بالأربطة أو تضع اللصوق على ركبتي. لن أقول ثانية. مسكين يا رومبا. لا بأس يا كرز، أنا هنا. كلي، أين مكان الألم؟ لا تقلقي يا لين، أنا بخير. لين تحب أن تكون ممرضة، صحيح يا رومبا؟ لا، إنها قادمة إلى هنا. لا يويو قبل أن تتحسن يا رومبا، والقفز أيضا ممنوع يا رومبا. حسنا يا ممرضة لين. أصبحت بارعة في لعب دور الممرضة يا لين. شكرا يا روزي، كم أتمنى لو لم يكن لعبا. أتمنى أن يكون عندي مريض، شخص أعتني به فعلا. لا بأس يا زهرة دوار الشمس، لا تحزني هكذا. أوبس، آسف، حركة بارعة يا بينون. ألا ترى أن عليك أن تتمهل وأنت على المزلاج؟ قد تصاب بأذى. مستحيل، سأسجل رقما قياسيا. الوقت الأسرع من تلة فكري إلى بيت روزي. هل تود أن تراني؟ لا شكراً، لدي عمل آخر أهتم به. أنا قلق على زهرة دوار الشمس، إنها تبدو كئيبة باستمرار. أرجو أن تكون بخير. اذهب بها إلى روزي، هي ستتصرف. هيا بنا، سأتدرب على حركاتي. وهي هوب أوبس. أو ابقوا مكانك يا رومبا، أنا هنا. لا بأس، أنا بخير. ظننت أنك ستكون المريضة الحقيقية الأول للممرضة لين. لابد أن أجد مريضا ما. روزي، لتحصل لين على مريضها يجب أن يتأذى أحد أو يمرض. نعم، وهذا ما لا تتمناه لين أبداً. انتهينا يا فكري، تحسنت. ولكن يا لين، أنا أنفي لا يشكو من أي شيء. ربما سيصاب لاحقاً، فالأنوف أمرها غريب. عشي، لقد تكسر. هل أصبت بأذى يا بلبلة؟ أنا لا، ولكن انظر إلى العش. هذا لحسن الحظ، لكن لو أصبت بأذى تأكدي أنني سأعتني بك. لن أصبح أبدا ممرضة حقيقية، فلا أناس هنا أعتني بهم. مرحبا روزي، رومبا. ليس هنا. سيصعدان إلى تلة فكري، رائع. سيشاهداني كيف أحطم الرقم القياسي. انتبه يا بينون. رومبا، هل ترى ما أراه؟ أخرجوني، هيا هيا. لا بأس يا بلبلة، سأساعدك. هل أنت على ما يرام يا لين؟ أنا لا أريد لأحد أن يصاب بأذى.
ولكن أريد أن أعتني بأحد وأجعله يتحسن كالممرضة الحقيقية. كلهم يعرفون أنهم إن تأذوا فإن الممرضة لين سوف تساعدهم باللصوق والضمادات، صحيح؟ نعم، هذا صحيح. أو نحن بخير. نعم، ولا أي خدش. ياي، لقد نجحت. ربما عليك أن تتدرب أكثر قبل أن تحطم رقمك القياسي يا كرز. لا داعي. استعد لضبط الوقت. أهلاً يا بينون. مرحباً يا روزي، أحتاج إلى المساعدة، إن زهرتي كئيبة وحزينة جداً، هل يمكن أن تفرحيها؟ هل حاولت أن تسقيها بالماء؟ نعم، بالكثير منه. نعم، هل كانت تحت أشعة الشمس؟ نعم، الكثير من الشمس. يهي، ربما تحتاج إلى شيء يسندها، إنها زهرة كبيرة. أصبت يا رومبا، أنت عرفت الآن السبب. حقاً؟ نعم، إنها تحتاج المساعدة، هي في حاجة إلى تمريض فعلي. ماذا؟ تمريض؟ نعم، نعم، تحتاج إلى مساعدتي. شكراً يا ممرضة لين. وبفضل الممرضة لين تحسن العش أيضاً. وأخيراً اعتنت الممرضة لين بشيء ما، فالأشياء أيضاً تحتاج إلى العناية. هيا جميعاً لنبدأ العد العكسي. هل ساعة التوقيت جاهزة؟ هل أنت مصر يا كرز؟ هيا يا كرز، انتبه جيداً. أتفهم يا كرز؟ 3، 2، 1، انطلاق. والآن السرعة القصوى. هاي كرز، كرز، هل أنت بخير؟ هل أذيت رجلك يا كرز؟ أم بطنك؟ رقمي القياسي. لا تهتم به الآن، هل تشعر بأي ألم؟ هيا ابتعدوا جميعاً، هيا ابتعدوا. هل سيكون بخير؟ سيكون بخير، لكن عليك أن تريحه طويلاً. شكراً يا ممرضتي. كرز، ماذا تحاول أن تفعل؟ سأحطم الرقم القياسي وبعدها أستريح. لن تلعب على المزلاج قبل أن يتحسن أصبعك، مفهوم؟ يبدو أن علي أن أهتم بك جيداً، اتفقنا؟ يبدو أن الممرضة لين وجدت مريضها الحقيقي. لين هنا لمساعدتنا، أليس كذلك يا روزي؟ نعم، نعم، هذا صحيح يا رومبا. أعني، لا أحد يعرف متى يحتاج إلى تضميد أو إلى لصوق، صحيح يا روزي؟ نعم يا رومبا، لا أحد يعرف. هل ستساعدني في التخلص من أربطة لين يا رومبا؟ ربما أذهب وأطلب من كرز أن يعيرني مزلاجه إلى أن يتحسن ثانية. ها يا رومبا، هيا عد وخلصني من هذه الأربطة. حسنا يا روزي، أنا قادم.